السلام عليكم الناس الخير، خوتي خوتتي، أنتم على قناة جليلة شانال الحياة بفرنسا. تحية الناس الخير في ما كتبعونا وفي ما كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا. اللي كيشوف أول مرة القناة نقول لكم أنا جليلة، منشئة قناة جليلة شانال. هاد الفيديو هذا غادي يكونوا فيه بعض من الأخبار اللي هما سريعة، ما غاديش يكون فيديو طويل، وكذلك غادي نشارك معكم بعض من التطبيقات اللي خاصها تكون يعني في هواتفكم اللي تحتاجوها يعني في حياتكم اليومية هنايا فرنسا. وكذلك بما انه العطله ديال فيفري راها قادمه، غادي نقول لكم كل لا زون فوقاش غادي تاخذوا العطله، ولكن فيديو سريع ولكن مفيد. بالنسبه للاخبار غادي نشارك معكم الجزئيه ديال المكافاه ديال 100 اورو، غادي نوريكم بلا فيديو واللي ديجا شاركت معكم من قبل وقلت لكم اون فوا تفتح المنصه. بطبيعه الحال المنصه فتحت ابتداء من هذا الاسبوع هذا الاثنين، غادي نوريكم وتشوفوا القدر ديالها وتشوفوا فوقاش انه عندكم حتى الفقتاش عندكم انه خاصكم يعني تكونوا عمرتوا وسجلتوا باش هكذا تشوفوا واش تقدروا تستافدوا من هذيك لابريم ديال 100 اورو بالنسبه للناس اللي كيستعملوا السياره باش انهم يمشيو يخدموا. نبدا معكم فيديو ونرجع معكم، تابعوا معنا. الطريقه سهله لتقديم الطلب، ادخلوا www.impots.gouv.fr. غادي يعطيكم هذه الصفحه الاولى كيف كتشوفوها هنا مبينها لكم، تجيو غادي تكليكيو تضغطوا، من بعد ما تضغطوا يعطيكم هاد الصفحه الثانيه كيف كتشوفوها هنايا في الفيديو. من بعد غادي تمشيو تضغطوا على الرابط اللي غادي نضغط عليه. من بعد فاش تضغطوا على الرابط كيعطيكم هاد الصفحه الثالثه واللي كذلك حتى هي فيها هذا الرابط اللي خاصكم تضغطوا عليه. ها هو كيف غادي ندير انايا، ساهل الطلب. من بعد يعطيكم الاستماره هذه رقم 4 واللي نتوما غادي تعمروها الاسم العائلي والشخصي، غادي ديروا الكوريال ديالكم يعني جيميل ولا الايميل ديالكم، غادي ديروا النيميرو فيسكال ديالكم وديروا الماتريكول ديالكم، وديروا كذلك تكون عندكم لا كارت غريز. لا كارت غريز اللي غادي تكون في الخانه التاليه كاع على الايم، ها هي هذه لا كارت غريز اللي خاصكم تعمروها في الخانه الاخيره على يدكم اليمنى. من بعد كتعطيكم هذه الصفحه هذه اللي خاصكم كذلك تكوشيو وتقولوا بلي تاكسبتيو، ومن بعد في الاخر غادي. كي شفتوا لا فيديو طريقه نتاع ملء الطلب سهله جدا، هذاك يعني لا فيديو في الاخر ما كملتوش لكم. علاش؟ غادي نقول لكم، حيت هذاك الشيء كامل اللي كتعمروه من لي كوردوني بيرسونيل ديالكم ولا يعني من المعطيات الشخصيه ديالكم اللي كتعمروه كامل، وكل ما كتعمروا كديروا سويفون كتكليكيو سويفون كتعمروا كتكليكيو سويفون، كيخرج لكم في الاخر واحد الروسي. هذاك الروسي فيه معطيات الشخصيه ديالكم، يعني فيه داك الشيء كامل اللي عمرته، الاسم العائلي والشخصي ولا دات دونيسونس وهداك الشيء كامل، وهو باش على انه غادي لي زامبو يشوفوا واش تتوفر فيكم الشروط باش هكذا يشوفوا واش يقدروا على انهم باش يرسلوا لكم هذيك المكافاه ديال 100 اورو للكونت ديالكم. حاجه اخرى خاصكم تعرفوا، هذا التسجيل هو صالح لغايه 28 فيفري، يعني صالح لغايه 28 في شهر زوج، من بعد صافي غادي يعني يحبسوا التسجيل. صاي نظن انه كل شيء واضح في هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي بغات تقدم الطلب. دابا غادي نمشي معكم لبعض من لي زابليكاسيون اللي هما خصهم يكونوا في يكونوا في التليفون ديالكم، يكونوا في التليفون ديالكم حيت ما بغيتش نطول عليكم، غادي يكون فيديو فقط قصير. هاد لي زابليكاسيون هادو اللي انا كنشوفهم مهمين واللي كيحتاجهم كل واحد يعني هنايا في فرنسا فيكونوا في التليفون ديالو. اذا كنتو ناس الخير كتعرفوا لي زابليكاسيون اللي هما مهمين وكنحتاجوهم هكا في حياتنا اليوميه، كتبوهم لينا وخليهم لينا هكذا باش المهم كلنا نستافدوا مع بعضنا. لابليكاسيون اللي دائما كنتكلم عليها وكنت ديما كنقولها لكم هي ديال لاكاف، يعني هذه خاصها لابد كل واحد وكل وحده يعرف لي هاد لابليكاسيون هذه يديرها في الهاتف ديالو. كتعرفوا دابا حاليا على انه لابليكاسيون ديال لاكاف كتدخلوا بالرقم ديال النيميرو نتاع لا سيكوريتي سوسيال، يعني الرقم ديال لاكارت فيتال اللي عندكم، وكديروا لو مو دو باس. هذه كل واحد كيعرفها حيت كنحتاجوا هذا الامر هذا من خلال الهاتف كتكونسلتي. كذلك لابليكاسيون ديال دوكتوليب واللي هي باش تشدوا بها مواعيد مع الاطباء لمختلف الاختصاصات. كذلك بطبيعه الحال يعني واللي هي حاجه بديهيه انه لابليكاسيون ديال الجيميل ديالكم ولا الايميل ديالكم خاصها تكون عندكم في الهاتف ديالكم باش هكذا تكونوا عارفين كلش. دابا راه الهاتف بحال شي بورتابل صغير اللي راك يعني سي بور سا سا سابيل ان تيليفون بورتابل، يعني راه خص يكون فيه بحال هاد المسائل كامله. كذلك كاين لابليكاسيون واللي ما نستغناش عليها وشاركتها معكم مره فايته قلت لكم زوينه ديال كام سكان، واللي كتسكانيو او ميم تو فاش كتسكانيو شي حاجه كتصيفطوها
ولا كترسلوها اون فورما بي دي اف، يعني داكشي كتخرج الورقه سوا كيما كانت كونطرا ولا اري مالادي ولا ان بابي ادمنستراتيف ولا كيخرج كيما هو. كذلك بالنسبه لابليكاسيون ديال ايميلي ديال الضمان الاجتماعي تاع لا سيكوريتي سوسيال، حتى هي خاصها تكون عندكم في الهاتف ديالكم. وكذلك لابليكاسيون ديال لي زامبو impots.gouv.fr حتى هي تاع لي زامبو تحتاجوها وخاصها تكون عندكم في الهاتف ديالكم. وكذلك لابليكاسيون ديال البنكه ديالكم ولا ديال لا بوست ولا خاصها تكون عندكم في البورتابل ديالكم. وكذلك اخر ابليكاسيون شاركها معكم وهي لابليكاسيون اللي خاصها تكون في الهاتف ديال وليداتكم وتكون في الهاتف ديالكم، واللي هي كتسمى فايند ماي كيدز. هاد فايند ماي كيدز هي بالانجليزيه يعني اجد طفلي. هاد لابليكاسيون هادو باش تعرفوا لو تراجي فاش وليداتكم يخرجوا من الدار المدرسه ولا يرجعوا من المدرسه للدار، اي باش تعرفوا لو تراجي ديالهم اللي داروه، وهذه غادي تنفع كثير من الامهات. نمشي معكم دابا بالنسبه لي فاكونس ديال هنايا فرنسا. كتعرفوا على انه لي فاكونس ديال شهر 10 ولي فاكونس ديال شهر 12 كيكون فرنسا كامله موحده في التاريخ، يعني ما كنقولوش هاد المنطقه تاخذ قبل ولا هادي شهر 10 وشهر 12. اما ابتداء من الشهر الداخل اللي هو شهر 2 كيبدي كل منطقه، واللي فرنسا هنا مقسمه ا بي سي، كل منطقه تاخذ لي فاكونس يعني بتواريخ مختلفه. نبداو مع لا زون ا. لا زون ا هي اول لا زون غادي تاخذ لي فاكونس ابتداء من سامدي 4 فيفري الى غايه 20 فيفري. نمشيو مع لا زون بي. لا زون بي اللي غادي تاخذ لي فاكونس ابتداء من 11 فيفري الى غايه 27 فيفري. اما لا زون سي غادي تاخذ لي فاكونس ابتداء من 18 فيفري الى 9 ماي، وانايا في الجهه ديال لا زون سي. صاير اخوان الاخوات اللي كنتو في مثلا لا زون ا بي سي ولا ما عارفين شنو عندكم غير المدينه ديالكم، تكتبوا في جوجل وديروا وحدها غير زون وديروا السميه ديال الجهه اللي راكو فيها ويعطيكم ديريكتومون لا زون فين راكو ساكنين. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. الناس الخير شكرا لكم على التعليقات ديالكم. الناس الخير خليو لنا واحد البصمه ديالكم ولا التشجيع ديالكم، ولو الى شفتوا انه غير شي حاجه نفعاتكم في هذا لا فيديو شجعونا، بحيث انه دعمكم يهمنا بطبيعه الحال. واي قناه اقولها دائما ما تقدرش انها تتقدم ولا تواصل من غير ما يكونوا متابعينها بطبيعه الحال وهما اللي داعمينها. شكرا لكم، نشوفكم ان شاء الله غدا ان شاء الله. اذا كان هنالك اخبار او استفادات او معلومات ما تنساوش غدا الناس اللي تخدموا لو 19 فيفري غدا راه كاين غراف بالنسبه للناس اللي كتستعمل وسائل التنقل الجماعي ولا لي ترونسبور اون كومون. ما تنساوش على انه غادي يكون مثلا ان تران سور 10 ولا ان بوس سور 6 ولا سور 7. المهم ردوا بالكم وشكرا لكم، السلام عليكم.